نروح لموضوع ثاني. مثل ما قلتي انت دائما كل العيون تتوجه الى الامارات وكل الناس ينتظرون شهر ديسمبر لان شهر ديسمبر نهايتها او بدايه شهر يناير بعد المدينه دبي بشكل عام تكون غير في كل شيء. بتكون غير لانه في مفاجات تخفيضات وحفلات، وبدات الاربعاء الماضي فعاليات مهرجان دبي للتسوق اللي تتميز بمسابقات وجوائز متعدده. خلينا نشوف هذه التفاصيل مع هند بومشمبر. شوف التسوق هذا العام بيحتفل بعيده 24 وبيقدم من تاريخ 26 ديسمبر إلى غاية 2 من فبراير عروض وجوائز وخصومات بتفوق الخيال. اللي بعده ما زار دبي فيه يستغل الفرصة يستمتع بالجو الحلو بالفعاليات بالحفلات وأيضا بالخصومات اللي بتناسب كل أفراد العائلة. ومنها جائزة بقيمة 50,000 درهم، واليوم راح يكون مليء بالمنافسات والتحديات والجوائز. فيكم كمان أنه أنتم تفوزوا معنا إذا كان جوابكم صحيح. اليوم من مول الإمارات راح نبتدي التحدي. يلا مرحبا، جاي عبالكم تفوزوا 300 درهم 30 ثانية؟ أكيد. عايشين بدبي أبو ظبي؟ احنا سياحة. أوكي جاي كرمال المهرجان. أهلا وسهلا. محظوظين. سؤالي الأول هو مدة 30 ثانية بدي 3 معالم في دولة الإمارات. لحظة. طب كورونا. برج خليفة. أوكي متفقين. في برج العرب. أوكي. ري. مسجد. أبو ظبي مسجد الشيخ زايد. أوكي برافو. 14 ثانية بيرفكت. طيب بتاخذوا 300 درهم ولا بتدبلوا؟ السؤال اللي بعده. أكيد اللي بعده. بتتدوبل يعني. إيه بتتدوبل. أوكي. نحن النسخة اللي فيها من مهرجان دبي للتسوق أي رقم؟ بنكفي. صار له زمان. 27. أقل. قربنا؟ يعني 25 24 قريب 24 24 برافو برافو. بناخذ ال 600 درهم ولا بندوبلها مرة ثانية؟ بناخذ 600. لا أكيد بندوبلها. بندوبلها أكيد. بندوبلها. قلبك جامد؟ أكيد جامد. جاهزين للتحدي؟ التحدي حيكون هو عبارة عن أنك تختار لوك كامل من الألف إلى الياء بالنسبة لسحر ومعك 5 دقايق بس وبقيمة شرائية 350 درهم. 350؟ يعني بجرب. صرنا 2 years مجوزين سو كذا مرة رحنا شوبينج مع بعض، مفروض يكون بيعرف زواجه. 310 يس. ألف مبروك. ثانك يو. تستاهلوا. هلا بخليكم تكفوا شوبينج، صار معكم 1200 درهم فيكم انه تستغلوها هون. يعطيكم ألف عافية، عطلة سعيدة. أهلا وسهلا شباب. أهلا وسهلا. من وين؟ سنين. حابين تشتركوا معنا في 30 ثانية وتفوزوا في تحدي قسيمة 300 درهم؟ اوكي يا ليت. يا ليت ليش لا؟ لا. طيب. شو قيمة التخفيضات اللي متوفرة اليوم في أول يوم لانطلاق مهرجان دبي للتسوق؟ يلا توب كورونا. 70%؟ 70 75؟ أكثر. أكثر؟ 80%. لا تكون بخيل. 95. لا كثرت. خير الامور يا اسطى. برافو. تسلم. تكتفي بالقسيمه شرائيه 300 درهم ولا بالدوبل؟ دوبل؟ اكيد دوبل. قلبك جامد؟ اوكي ما مشكله. ما حسيت ان شاء الله بس ممكن صح. خلي علي بس يكمل. طيب يلا. طيب شو هو اسم النشيد الوطني الاماراتي؟ ايش يقول هذا؟
ما شاء الله عليك. قاعد تخلع ضبطك. تمام حلو مركز. 600 درهم مركز مره. روح كمان ندبل مره ثانيه. دبل؟ طيب وال 600؟ بتروح اذا ما جاوبت. خليك على المضمون. ايوه خليك على المضمون احسن. يعطيكم الف عافيه شباب، الف مبروك. شكرا. ان شاء الله بتستمتعوا بعطله سعيده. الله يخليك. شكرا. شكرا لك.